السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سؤال بعد إذن حضرتك يا شيخ. اتفضل يا اختي. امرأة زوجها يقول لها مالي ومالك واحد، هي أصلا ليس لها مال مخصوص، بس يعني هو بيقول لها كده تفضلا منه، المال كله بتاع زوجها، فبيقول لها يعني خدي كيفما شئتي وكل حاجتي مباحة ليكي. الله فبعض يحفظك. الملابس بتبقى عندها بتديها لإخواتها أو بتتصدق بيها أو بتودي، يعني تتصرف بحرية، هل ذلك عليها حضرتك اسم فيه لا أو يعني عفوا عفوا، بالمعروف ولا بتبذير؟ يعني هل هو قال لها مالي مالك، كلي ما شئت خذي ما شئت، لكن هل أذن لها أن تتصدق بما شاءت وتخرب بيته؟ لا مش بتخرب بيته أي والله يا إذا شيخ، كان، ده هي إذا حاجتها. كان بالمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه الشيء المتوسط لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.